اليوم راح نعزم 50 مشهور على فطور رمضاني. عشان تعرف من هذول المشاهير لازم تتابع المقطع للنهاية. عندنا 50 مشهور زي ما تشوفوهم، هذول راح نعزمهم كلهم عشان يجوا على الفطور، فان شاء الله يجوا. ويلا نبدأ بسم الله. خليني أكلم المشاهير اللي راح نعزمهم. فأول مشهور راح يكون عندنا أو مشهورة بلي آيليش، فخلينا نرسل لها. وأتوقع هذه حتيجي، هذه كانت تلعب معي بالحارة. تينينغ 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 تينينغ. ايش راح اكتب له بيلي ايليش؟ راح اكتب له بلبول انا اليوم عازمك على الفطور الساعه 7 حياك. ما نستناك اصلا. وانا قاعد ارسل المشاهير يمديك تنزل تحت وتحط لايك واشتراك وتفعل جرس التنبيهات. الحين عزمنا بلبول، الحين راح نعزم مستر بيست. تعرفوا اخر مقطع مستر بيست انا وياه، فنكتب له مستر بيست يا ابو بيست الغالي اليوم عازمك على الفطور. الحين احنا راح نعزم ابو البيودي باي. بيودي باي ميت من زمان عنه الله يرحمه، فانا ايش حبيت اعزمه شوف كيف الوضع ويمكن انشر له قناته عندي عشان انه يتحسن. فبسم الله ابو البيودي شخبارك؟ والله اسمع انا مسوي عزيمه اليوم، اذا ودك تيجي حياك يا ابو. كذا وصلنا له، يبغاله ساعه ساعتين لين ما يوصل. فيلا نروح المشهور اللي بعده دوبا ميكافين. يكتب لنا كتاب ويعطينا معلومه، فخلينا نرسل له نقول له دوبا اخبارك؟ اسمع والله في عزومه اليوم، اذا تبغى تيجي ارسل لي واتساب عشان ارسل لك اللوكيشن. حياك يا ابو. يكون كذا عزمناهم، عزمنا اكثر من شخص، فانا ما اتوقع انهم راح يجوا. فخلينا نروح ندور ناس بالحقيقه ونعزمهم عشان نضمن، يعني ما نبغى نفطر لحالنا يا شباب، فهمتوا؟ لقينا الشخص عشان نعزمه، فراح نروح عنده وان شاء الله انه يوافق. فيلا يلا. انت اليوم حاب اعزمك على الفطور، ما عندك مشكله يعني؟ ممكن اعزمك يا حبيبي انت. والله انا حاب اعزمك وقاعدين نصور مقطع، عزمت 50 مشهور، حاب انك تكون انت من ضمنه يا حبيبي. ما تقدر؟ يعطيك العافيه حبيبي، شكرا. طيب يا هلا لقينا واحد ثاني على السريع، فخلينا نسال. السلام عليكم. حاب اسالك ايش عندك على الفطور اليوم؟ انا حاب اعزمك. يعطيك العافيه حبيبي، شكرا حبيبي. طيب يا هلا للاسف ما في احد، كلهم قاعدين يشتغلوا الله يعطيهم الف عافيه، فان شاء الله ان شاء الله بنلاقي احد، واتوقع ان المشاهير راح يجوا. انتوا ايش رايك؟ احنا راح نعزم ابو الشونج بونج. تذكر زمان صورنا انا وياه مقطع ونزلناه بقناته، وحتى مرسل له بالانستغرام بس شكله مشغول. فخلينا نقول له شونغ حبيبي اليوم عازمك على الفطور، شيك وات وبرسل لك اللوكيشن هنا. بنروح مشروع اللي بعد. الحين كمستكا، بقول له كمستكا ايش اخبارك؟ والله اليوم في فطور يحب قلبك، تعال يا غالي. نروح المشهور اللي بعد. خلينا نروح نعزم عند ايشو سبيد وان شاء الله ما يجي يكسر المحل. بس يا ابو سبيد ارحب، اليوم عازم على مطعم من الاخر، حياك. طن الحين راح نروح نعزم الشخص الثالث ان شاء الله انه يوافق. I want you to come with us to take iftar for free. شكرا لك على العزومه، بس انا للاسف طالعه وما عندي وقت. يعطيك الف عافيه ريان. فما اتوقع انه احد حيفطر معانا، فالحمد لله على كل حال. وخلينا نكمل الرسائل. جميل. طب اقول له تبوزي حبيبي اليوم عزمك على الفطور، حياك. ويلا نروح اللي بعد. راح نعزم حبيب الملايين حبيب المشاهير احمد نشيط. هذا اتوقع انه راح يوصل، فاكتب له نشيط اليوم عزم، حياك. طن زمن نشيط. كيف نعزم نشيط وما نعزم غيث مروان؟ بقول له غيث مروان والله ايش نسيت ايش اقول. غيث مروان والله البرنامج الرمضاني فخم، فعشان كذا بعزمك حقيقة. دن غيث مروان. طيب يا عيال عزمنا الشباب، الحين نعزم العصافير هذولي. فعصفور ما يبغى، اوكي خلاص كنسل. ما انت الحين قاعد تسالني وين راح تاكل، او انت وين عازم المشاهير هذولي؟ طبعا عازم عند فاتي دابس برجر الشاك. هذا المطعم مره فخم من 2010 يا عيال، يقدموا اشياء مره مجنونه، فالله يعطيهم العافيه. راح ناكل عندهم والعزومه حتكون عندهم، فان شاء الله انه المشاهير راح يجوا وناكل. يا عيال كيف حالكم؟ الحين انا مسوي مقطع، فالمقطع هذا فكرته اعزم مشاهير، فالحين انا ابغى اعزم واحد منكم. اول شخص راح يجي راح يكون فطورك مجاني، حياك. زي ما تشوفوا الحين عزمت واحد من المتابعين بالانستغرام، فاذا انت مو متابعين انستغرام راح تروح عليك. حنعزم اسامه مروه. اوسي مبروك السياره الجديده، يعني تعرف اخذنا رايد فيها، فمبروك السياره عشان كذا انا عازمك. دن المشهور اللي بعده. وهنا كلمت اكثر شخص يحب البيتزا في العالم اللي هو ايراك، قلت له يا ايراك كيفك؟ اسمع في عزومه فخمه احسن من البيتزا حقتك. طيب يا عيال الحين راح نعزم شخص الرابع، فخلينا نشوف نجرب حظنا معاه. فتعال نسال. السلام عليكم. راح تفطر اليوم؟ ورق يعني. ايش رايك تيجي تفطري معانا بالمطعم هذا؟ ما تقدري؟ يعطيك العافيه، شكرا شكرا.
يعني ما حد راضي يفطر معنا اليوم، فهم الخسرانين. فاذا انت متابع من انستغرام راح تكون واحد من هذوني، وانا نزلت ستوري زي ما شفتوا، فان شاء الله انه واحد يجي نفطر معاكم في الامه. طيب عزمنا اسامه مروه، كيف ما نعزم اخوه انس مروه؟ بقول له انس عزمت اخوك اسامه، ايش رايك تيجي معاه على فطور؟ يلا ارسلت له. فيلا اللي بعد نبغى نعزم اوبل، فبقول له هو ما شاء الله عليه يحب السيارات، بقول له اسمع جيب سيارتك ولك عزومه، عزومه على الافطار، دن بنروح نعزم المشهور اللي بعد. الحين راح نروح عند بيت عشوائي ما نعرف منهم، ما حندق عليهم الجرس ونقول لهم انا عازمكم على الفطور، فاتوقع راح يقبلوا ولا لا. فبسم الله خلينا نجرب. هي البيت يا شباب، يا رب ما يصير مشاكل. شكل البيت فاضي بس انه في ناس. الحين نقول للكاميرا لا ينسوا يحطوا اللايك والاشتراك، فإذا أنت ما حطيت لك اشتراك، حط لك اشتراك. طيب الحين نعزم هنودي أوسم. أبغى أقول له هنودي اسمع، في فار فخم حابب أعزمك، حياك يا برو. يلا نروح المشهور اللي بعد. الحين راح أعزم مين؟ حبيبي الملايين بندر ريتا. أقول له بندر مبارك يا وحش، شوق مليون. يا وحش شوق مليون. حياك عازم على فطور شباب. طبعا هذول يعني اتوقع انهم حييجوا، انتم بتشوفوا باخر مقطع اذا راح يجوا ولا لا. السلام عليكم، كيف حالك؟ ايش راح تفطر اليوم؟ صراحه ما بعرف. احنا الحين مسوي مقطع فكرته انه اعزم اي شخص بشوفه على الفطور، فاذا حابه تيجي تفطري معانا. انا مع ناس ثانيين. مع ناس ثانيين. اجل عادي، يعطيك العافيه. شكرا. عود الحين راح نعزم باري تيوب. فباري تيوب قال انه باري تيوب راح يجي يورينا وجهه، فوجهه مز انا ما اتوقع. بسم الله باري اسمع، باري عازم على الفطور حيا. طيب يا شباب الحين راح نعزم دحوم ذات تسعات، فاكتب انا ام الله تسعات، فاكتب له ابو الدحم عازمك على فطور يحبه قلبك دن. ونروح المشهور اللي بعد. يا عيال انا راح ارسل الناس الباقيين، عندي 50 واحد ولازم اعزمهم كلهم قبل اذان المغرب عشان يلحقوا على الفطور ويفطروا معانا. فلا تنسى لايك والاشتراك وتابع المقطع للنهايه عشان تعرف مين جاء ومين ما جاء. طيب الحين وصلنا للمشهور رقم 50، ومين هو؟ ابو الدون، ابو كريستيان. اقول له دون يا حبيبي يعطيك العافيه على ادائك من المباراه الاخيره خيره، وعشان كذا انا حبيت اعزم على الفطور، جيب معاك جونيور حبيبي، جونيور اللي هو ولده. وكذا يكون خلصنا 50 مشهور، نستنى لين ما يجي الافطار، يعني معاهم وقت لين ما يجي. قاعد استناهم، حبيت انادي الناس يجوا يفطروا معانا بدون ما ازعجهم عشان لا يفطروا علي. نعزم البسة. بسة بسة حابة تفطري؟ لا بسة فطور والله ببلاش، اقسم بالله تفطر معانا؟ شوف ما حد يبغى يفطر معانا، بس ان شاء الله اتوقع انه راح يجوا المشاهير. تكلمت 50 واحد، يعني كيف ما حد حيجي؟ وبعد اكثر من مليون محاولة احاول اعزم احد، ما حد رضي يجي معي، فراح استنى لين ما ياذن وان شاء الله راح يجوا المشاهير. طيب الحين اذن وجاء وقت الفطور، بس الصراحة ما توقعت هذول الناس المشاهير اللي عزمتهم جو والمتابعين حتى جو. فخلينا نوريكم مين اللي جاء. للأسف ما في حد جاء، فشكر لله، إيش نسوي؟